Hi girls, hi fans, hi everyone. فيديو النهاردة هو ضمن سلسلة فيديوهات تحدث مثل الأمريكان من خلال القرآن. هناخد مع بعض صوت الشورت آي. الشورت آي صوته زي ما هنسمع مع بعض في الآية 127 من سورة البقرة في الحروف اللي أنا حاطة تحتها خط في الآية وفي الكلمات. يلا اسمعوا كويس معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شايفين وإذ سمعين وإذ وإسماعيل إنك هو ده صوت الشورت آي في الإنجليش. اسمعوا كويس الكلمات، مش مهم الترجمة قوي، أنا هركز على النطق نفسه، نطق الشورت آي. إن 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 فين 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 فت 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 كت 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 وين تريم بيج توين هز بيت sit, quit, pick, him, kid, sin, slim, dip, lick, rip, dim, kick, chin, dig, skin, thin, fig. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ولحد ما اشوفكم مرة جاية اتمنى لكم كل خير. باي.